ومن كرام العرب وأجوادهم حاتم الطائي، بل نستطيع أن نقول أشهرهم، ويعتبر مضرب مثل في الجود والسخاء، وهو من نحر فرسه عندما علم بأن جيرانه جياع، وكان له موقد في قمة جبل بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية، وقد شاهدت آثار هذا الموقد الموجودة إلى الآن. وذات ليلة من ليال الشتاء القارس قال لخادمه: أوقد يا غلام أوقد، فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، عسى يرى نارك من يمر، فإن جلبت ضيفا فأنت حر. تخيل إنه يعتق الخادم إذا جاء ضيف. وفي مرة قالت له زوجته: يعني اقتصد شوي أنت مثلا. فقال: يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد، يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد، وما كنت لولا ما تقول سيدا، كلوا الآن من رزق الإله وأيسروا، فإن على الرحمن رزقكم غدا، سأذخر من مالي دلاصا وسابحا وأسمر خطيا وعضبا مهندا، وذلك يكفيني عن المال كله مصونا إذا ما كان عندي متلدا. يعني يقول ما أذخر من المال إلا سيف ورمح وفرس، ولكرمه وجوده أكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته، عندما أسر قوم ومعهم سفانة ابنة حاتم الطائي، عفى عنها وعن قومها، وكان يقول والدها يحب مكارم الأخلاق. صلى الله وسلم على نبينا محمد.